بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الباحثين في مرحلة الماجستير المهني إدارة أعمال المستوى الثالث، بنرحب بكم في محاضرة جديدة من مقرر القيادة ومهارات الاتصال. اليوم 5 يونيو 2021، أتشرف باللقاء معاكم الدكتور ممدوح عبد الفتاح يوسف. اليوم إن شاء الله بنستكمل المقرر بتاعنا من الفصل رقم 6 اللي هو الخاص بالمقابلات والعرض الشفهي. زي ما حضراتكم شفتوا معانا ومتابعين معانا المقرر، المحاضرة اليوم كما لو كانت بتستعرض فكرة المقابلات بأشكالها المختلفة. اليوم إن شاء الله بنستعرض المحاضرة أو بنبتدي المحاضرة بما يعرف بالإنترفيو أو المقابلات الشخصية. المقابلة الشخصية بنعتبرها أحد أشكال الاتصال، بيكون فيها طبعا طرفين، الطرف الأول هو مدير اللقاء والطرف الآخر هو محور الاهتمام اللي بيكون وجوده أو تواجده في اللقاء بغرض الحصول على معلومة منه أو محاولة تغيير آرائه أو قناعاته أو التأثير عليه أو تغيير اتجاهاته. يبقى هنا أنا عندي المقابلة الشخصية، دي مقابلة بين طرفين يكون لأحدهما على الأقل، ممكن يكون الاثنين على فكرة لديهم غرض أو هدف من المقابلة المنعقدة. إذن المقابلة الشخصية لها أركان زي ما حضراتكم شايفين أربعة. أول حاجة إن بيتحقق فيها أحد أشكال الاتصال، بمعنى إن لازم يحصل التقاء، سواء كان التقاء يحمل دلائل ملفوظة أو غير ملفوظة. تاني حاجة لابد أن يكون في هدف محدد من تلك المقابلة، الهدف ده في الغالب بيكون تبادل المعلومات أو الحصول على معلومة أو توفير معلومة. الشيء أو الركن الرابع يتعلق بأن لازم يكون فيه أكشن ورياكشن، يعني فيه حدث ورد فعل، يعني لازم يكون فيه انتراكشن ما بين الطرفين، بمعنى ان يكون فيه استجابة من طرف للطرف الآخر أثناء الحوار وتبادل المعلومات. استخدام المعلومات، استخدام المقابلات لها يعني الكثير من الدواعي. بستخدم الانترفيو أحيانا في المقابلات بغرض التعيين والاختيار، اللي هي بنسميها مقابلات التوظيف. ممكن الانترفيو تكون بغرض تقييم الأداء كما لو كانت مقابلة ترقية أو مقابلة تقييم أداء. ممكن تستخدم لإرشاد الأفراد العاملين أو تقديم النصح والإرشاد، أو ممكن تكون بغرض العقاب، توقيع العقاب كأحد أشكال الضبط والمراجعة والتعديل. ممكن نستخدم المقابلات كوسيلة من وسائل الإقناع أو الترغيب، كما لو كنت بحاول أن أنا أقنع فرد لتولي مهمة أو ترك خدمة أو تجربة وظيفة أو مقابلة تتعلق بنيجوتيشن التفاوض. فهنا أنا بتكلم عن استخدام المقابلة كوسيلة للترغيب والإقناع. ممكن تستخدم المقابلة أيضا كوسيلة لإصدار التوجيهات والتعليمات المختلفة. العوامل المؤثرة في المقابلة الشخصية، في الكثير من العوامل زي ما حضراتكم هتشوفوا. أول حاجة أطراف المقابلة ومدى اتزانهم فكريا ومدى تفهمهم وجدانيا ومدى ارتباطهم عاطفيا، بحيث أن التفاعل أو الارتباط المزدوج ده بيثري اللقاء وينتج من خلاله اختصار الكثير من الوقت وتحقيق منفعة اللقاء. تاني حاجة فكرة كل شخص عن الطرف الآخر، البادي لانجوج أو حركات وتصرفات الجسد، تعبيرات الوجه، الصوت، اللغة، قوة ومكانة أطراف المقابلة. دي كلها عوامل بتؤثر على المقابلة وكفائتها. ارتباك أحد الأطراف، ترتيب الجلسة ومكان المقابلة، الإعلان عن موضوع المقابلة، التخطيط المسبق للمقابلة، السيطرة على سير ووقت المقابلة. دي كلها أشياء ممكن تأثر على كفاءة الانترفيو. أحيانا ممكن تكون في أسباب كثيرة تؤثر على
يعني كفاءة أو مجريات العمل خلال المقابلة الشخصية. في أخطاء ممكن تقع فيها المقابلة الشخصية وتؤثر على نتائجها. النوع الأول من الأخطاء ترتبط بفاعلية المقابلات، زي مثلا تأثير الهالة، تأثير الانطباع الأول، خطأ تعميم الصفات، المقارنة بصفات معيارية لأشخاص آخرين، كما لو كنت بقيم شخص بناء على تقييم الشخص آخر، خطأ التنميط، خطأ التشابه، أو ما ينتج من تشويش، أو ما ينتج من توتر أو عدم وضوح لوصول الرسالة إلى الطرف الآخر. النويز أو التشويش ده مرتبط بالبيئة أو بالطبقة الاجتماعية اللي بينتمي إليها أحد أطراف عملية المقابلة. النوع الثاني من الخطأ يعني يتعلق بمسببات تضعف من مصداقية المقابلة. وكلمة المصداقية هنا أو reliability يعني ثبات واستقرار البيانات التي يتم الحصول عليها إن تم تجميعها في أوقات أخرى، بمعنى إن الآراء لا تختلف من وقت إلى آخر. هنا أنا بتكلم على فكرة الصدق وفكرة الثبات في البيانات التي تصدر من المقابلات. إذن في كثير من العوامل بتأثر على مصداقية المقابلات دي، زي مثلا أمانة الشخص ومدى صدقه، قوة التذكر المتعلقة بالأحداث الهامة، خبرته وقدرته على إدارة الحوار، الجو النفسي أو المادي اللي بتتم فيه المقابلة، ونوع المقابلة، هل هي فردية ولا جماعية، مخططة ولا غير مخططة ولا مختلطة، هل هي مقابلة ضغوط ولا مقابلة عاطفية، ولا يعني حسب نوع المقابلة بنقول إن البيانات المتحصل عليها ينتبه الكثير من الصدق أو عدم الصدق. الاتصالات غير الملفوظة ودورها في المقابلات الشخصية، أنا بتكلم هنا عن البادي لانجويج، بتكلم هنا عن لغة العيون، لغة الجسد، تعبيرات الوجه، وضع الجسم أثناء الجلوس، حركة الجسم أثناء المقابلة، درجة وضوح الصوت. دي بنقول إن دي كلها اتصالات غير ملفوظة حتما بتؤثر على يعني فاعلية المقابلات اللي بتتم. عناصر مهمة جدا تثري أو تضعف مخرجات المقابلات الشخصية. مبادئ المقابلات الشخصية الفعالة، عشان المقابلة تكون إفكتيف لابد من أول حاجة الجو النفسي العام المسيطر على الموقف، اللي هو بنسميه الأتموسفير العام للقاء، لابد أن يكون هادئ، ينتاب نوع من الود ونوع من الألفة. لابد أن يكون في استجابة طرف للآخر، بمعنى أن يكون في تقبل من طرف للآخر، الاستجابة الفاعلة. لابد أن يكون في تفاعل بين طرفي المقابلة، ويكون في إمكانية لقياس درجة التفاعل بين الطرفين. الجو النفسي أقصد هنا أن يكون في تبادل للمشاعر، أن يكون في احترام للطرف الآخر، في تقدير متبادل فيما يتعلق بالإحساس، فيما يتعلق بالاحترام والتفاهم والود، وتقبل كل منهما للطرف الآخر. بمعنى أن الجو العام المتعلق بالنواحي السيكولوجية والنفسية وتقبل كل فرد الآخر هو متحقق. الاستجابة التي ينبغي تجنبها، المقابلات ممكن تنطرح بشكل من اتنين، يا إما مقابلة تحمل الضغوط، كما لو كنت بطرح عليه أسئلة معينة هي أسئلة محرجة أو أسئلة يقترن بالإجابة عليها يعني سلوك دفاعي أو سلوك انفعالي أو خروج عن رد الفعل المنطقي أو المتداول، أو أن المقابلة تكون يعني تحمل الكثير من الارتياح والهدوء والردود الهادئة اللي بتحمل الكثير من الود والتقدير. فهنا على حسب الاستجابة اللي انت عايزها او على حسب رد الفعل اللي انت عايزه بيأثر على كفاءة المقابلة. وبالتالي بنقدم مجموعة من التوصيات اثناء المقابلة، يعني حضرتك وانت بتعمل انترفيو حاول ما تجعلش الطرف الاخر يشعر بانه مراقب، تجنب الاتهام او الاستجواب، يعني ما تحسسوش انك بتستجوبه عشان تاخد معلومة، أو أنك تحت تهديد، أو أنك مراقب، أو أن الاستجابة بتاعتك تحمل الكثير من العداء فيقوم يهرب منها ويلجأ الإجابة بالشكل الآخر.
بمعنى أن الاستجابة لابد أن تحمل الكثير من الطمأنينة للطرف الآخر. ثالثا الاستجابة الفعالة. المقابلات شرط أساسي عشان تكون فعالة وناجحة أن يكون في علاقة بين الطرفين أو في تفاعل، هنا بنسميه two-way interaction، يعني هنا في تفاعل من الجانبين أو أن الاستجابة تتدفق من الجانبين بين الشخص اللي هو مدير اللقاء أو مدير المقابلة والشخص الآخر اللي هو المحور، محور الاستجواب أو محور الاهتمام أو محل المقابلة. بمعنى أن أنا بحاول دايما أن اللقاء يحمل الكثير من التفاعل أو الاستجابة الفعالة من كل طرف للطرف الآخر، وده طبعا بيشترط علي الإصغاء، الانتباه، أن اللقاء يتم في جو ينتابه الهدوء والود والتفاهم، حرية الفرد في التعبير وعدم الحجر أو الضغط عليه لأنه يميل لرأي معين، استعراض الخطوط العريضة للموضوعات، وأن يكون فيه قدر كبير من الفليكسبيليتي أو المرونة في المقابلات خاصة المخططة. الاستجابات اللي بتحافظ على تدفق والتفاعل بين طرفي المقابلة. مدير المقابلة هنا بيحاول دايما أن يكون في تفاعل مستمر، بمعنى أن اللقاء لا ينتهي بمجرد ما يخلص وقت الانتهاء ووقت اللقاء، بمعنى أن اللقاء مستمر، مستمر بمعنى أن أحافظ على جودة اللقاء. جودة اللقاء هنا أقصد التفاعل، بمعنى أن أنا أشارك في الحوار بكلمات هامة زي مثلا نعم، زي طبعا، زي وبعدين، زي مثلا أيوة أنا فاهم، ماذا بعد، أو ماذا تعني. ففكرة المشاركة بكلمات بسيطة تحمل الكثير من الدلائل بخصوص الاندماج في الحوار والمشاركة فيه. فيه كثير من الأساليب احنا بنستخدمها للحفاظ على مستوى التفاعل بين طرفي المقابلة، كأنه بيكرر بعض العبارات أو بيعيد صياغة بعض العبارات اللي اتقالت، أو يلخص الكثير من الجمل والعبارات اللي اتقالت أثناء اللقاء كما لو كانت ملخص للحوار اللي تم. إزاي بنقيس التفاعل بين طرفي المقابلة؟ طبعا هنا التفاعل بيتدرج على مستوى من يعني مستوى من المقاييس، هو 5 مستويات. المستوى ده يتدرج من عدم تبادل الشعور إطلاقا إلى مستوى التفاعل التام بين الطرفين. فالمستوى الأول لا يوجد تفاعل بين طرفي المقابلة على الإطلاق، بمعنى إن 2 قاعدين في قاعدة ومش قابلين بعض، ما يعرفوش بعض، ما فيش حوار بينهم، في تجاهل تام من كل طرف للطرف الآخر. ده المستوى الأول والأقل. المستوى الثاني اللي هو التفاعل السطحي، يعني فيه قدر قليل من الفهم ولا يوجد تفاعل أبدا بين الطرفين. المستوى الثالث اللي هو الحد الأدنى، بمعنى إن فيه تفاعل بين طرفي المقابلة ولكنه عند مستوى أدنى من التفاعل. المستوى الرابع ده مستوى عالي ومتقدم من التفاعل، فيه يعني الود وفيه التعاطف بين طرفي المقابلة، فيه تبادل للعبارات اللي من خلالها بيبدي كل طرف يعني مشاركته للطرف الآخر في الرأي واهتمامه بيه. إجراء مقابلة ناجحة، عشان أضمن أن المقابلة تكون ناجحة بتدرج يعني في الآتي. أول حاجة لابد أن هدف المقابلة يكون واضح، وطبعا الهدف يعني من المهم أن أنا أعمل له ديسكلوجر، يعني أعلم الآخرين بهدف المقابلة بحيث أن كل فرد جاي المقابلة دي عارف إيه هو الهدف من المقابلة، تمام، وإن الهدف ده يكون واضح ويعلن ويتم تكراره أثناء عقد المقابلة وأمام الجميع. تاني حاجة لابد من أن أنا أعرف شخصية الطرف الآخر اللي هيشاركني الحوار أو المقابلة، بمعنى أن أعرفه، أعرف إذا كان رئيس ولا مرؤوس ولا زميل، أعرف سمات الشخصية، هل هو شخص عدواني ولا خجول، صعب الإقناع، هل هو لبق ولا كثير الكلام. أحدد طريقة تصرفه على أساس الشخصية بتاعتي ومدى فهمي للشخصية بتاعته. ثالثا لابد من تحديد المعلومات اللي أنا كمدير اللقاء محتاجها، يعني أحدد المعلومات جيدا،
احدد حجم المعلومات ودرجه تفاصيلها، اكتب المعلومات في ورقه عشان ما انساش شيء، بعد كده احدد المعلومات اللي حابب ان انا اوصلها للطرف الاخر سواء كانت معلومات ملخصه او تفصيليه. الجو او الاتموسفير المتعلق بالانترفيو، اقصد هنا اذا كان فيه مشروبات، ماكولات، اهميه ان باب الغرفه لدواعي الخصوصيه لابد ان يكون مغلق، القعده لازم تكون مرتاحه، الاكوموديشن اللي هي التجهيزات تكون مسهله لعقد اللقاء في جو من الراحه. خامسا، تحديد طريقة إدارة المقابلة، بمعنى لابد أن يتم تحديد إطار المقابلة مكانيا وزمنيا والأسئلة والمعلومات المطلوبة ومن سيدير الحوار وحدود تدخل الطرف الآخر في هذا اللقاء. ثم تبدأ المقابلة، وبداية المقابلة طبعا هي تحية الحضور والثناء عليهم لاهتمامهم، طرح هدف المقابلة، ثم تبيين أو توضيح أسلوب إدارة المقابلة وموعد وتاريخ ومتى ستنتهي. تشجيع الطرف الآخر على التحدث، بمعنى أن أنا أترك له فرصة أنه يعبر، يناقش، يتحاور، يطرح الآراء. دائما ما أحمل الكثير من الابتسامة والإيماءات والحركات اللي تشجع الطرف الآخر على أنه يشارك ويساعد في إدارة حوار ناجح. عدم التحرك أو عدم مثلا إشعار الطرف الآخر بأنه أخذ الكثير من الوقت، يعني فكرة يعني إشعار الطرف الآخر بأهميته وقيمة معلوماته وأن الوقت متاح لي للتعبير، دي حاجات مهمة. ثم أخيرا، شكر الطرف الآخر على الآراء اللي وفرها والمعلومات اللي أمدنا بيها، من الحاجات المهمة أثناء الانترفيو. اسأل الطرف الآخر وقدم أسئلة بصورة مباشرة وغير مباشرة، وفر أسئلة من نوع استطلاعي، يعني كما لو كانت open discussion، يعني هنا open question، هنا من وكيف ولماذا وأين، يعني أترك الفرصة له ليعبر عن آرائه بشكل مفتوح. وفي نوع من الأسئلة هي افتراضية لجمع معلومات المتعلقة بموقف معين اللي تستدعي منه الإجابة في حدود هذا الموقف وفقط. السيطرة والتحكم على مجريات المقابلة، بمعنى إدارة الوقت بشكل جيد فيما يتعلق ببداية ونهاية الوقت، تسجيل كل ما يدور أثناء الحوار، ثم التلخيص والتدخل وقطع الاسترسال في حالة فقدان السيطرة على الوقت. إنهاء المقابلة بمعنى أن أنا أضع الكثير من المعايير بخصوص مثلا أن عند نقطة معينة يتم التوصل للشيء المطلوب من المعلومات أو توصيل قرارات أو توصيل، فهنا ستوب. معايير التنفيذ واضحة، أن أنا أوقف اللقاء، متابعة التنفيذ، يعني هنا لابد ان في نهايه المقابله يكون واضح بالنسبه لي من هينفذ وكيف سيتم متابعه التنفيذ فيما بعد، و يعني اجراء يعني تحيه ختاميه ووداع للطرف الاخر اثناء نهايه المقابله. المتابعه بمعنى ان انا اترك الانطباع للطرف الاخر ان المقابله لا تنتهي، ولكن اللقاء كان بدايه لسلسلة من الاجتماعات المتتالية. في المتابعة أو مرحلة المتابعة يتم تحديد الأوقات والمناسبات اللي هيتم فيها متابعة ما تم في هذا الاجتماع، و يعني الوقوف على تنفيذه. أنواع المقابلات الشخصية، في مقابلات تتعلق بالتوظيف كما لو كانت شركتك بحاجة لعمال وأعلنت عن وظائف شاغرة، فبتعمل إعلان يتقدم الكثير من الأفراد لسد الوظائف الشاغرة، يتم عقد مقابلة شخصية الهدف منها عمل فلترة للأفراد المتقدمين وتصفيتهم إلى أقل عدد ممكن، هم فقط المناسبين للوظيفة وأوراقهم تتناسب مع المؤهلات المطلوبة لتلك الوظيفة. النوع الثاني
طبعا هو هنا بيأكد على ان المقابلات التوظيف اذا كنت انت المرشح حاول دايما انك تجمع معلومات بخصوص مكان العمل، تربط خبراتك ومهاراتك وخلفيتك بنوع الوظيفة اللي انت متقدم عليها. وهنا بيأكد على ان مقابلات التوظيف الهدف منها ان كل طرف يطلع بمعلومات عن الطرف الاخر، شرط ان المقابلة دي تكون مخططة عشان تكون المصداقية ونواتج المقابلة تكون عالية. مقابلة التوظيف بالشكل ده ينتج عنها الكثير من الجوانب الإيجابية زي الثقة في النفس، الاعتماد ورباطة الجأش، التحمس للعمل، ترويج الأفكار، الجرأة في التعامل، استخدام الاتصالات غير الشفهية، بمعنى استخدام البادي لانجوج في يعني اقناع الطرف الاخر بما يحمله من مهارات، ثم اخيرا الاتزان الانفعالي. المقابلات الاخرى اللي هي المقابلات المتعلقه بالنصح والمشوره، ودي ترتبط بوجود مشكله معينه وقيام طرف بمحاوله يعني تقصي حقائق او خبرات الاخرين والوقوف على ادوات الحل، بمعنى ان فيه شخص لديه مشكله بيحاول يستنير برأي طرف آخر ويطمئن إلى خبراته السابقة بخصوص حل تلك المشكلات. فهنا التوصية لا تغلق الباب أبداً، وقدم التوصيات والإرشادات للطرف ده عشان تساعده في حل المشكلة. النوع الثالث من المقابلات هي متعلقة بتقييم الأداء، أداء المرؤوسين طبعاً. تستدعي تلك المقابلات أن يكون عندي أداء أقدر من خلال أن أقيم الشخص بشكل موضوعي عشان أحكم على قرار أو أصدر قرار يتعلق بترقيته أو نقله أو جزائه، أو فكرة أن أنا أوفر له برامج تدريب تساعده على أنه يرتقي بمستوى الأداء الخاص به. مقابلات الإقناع دي مرتبطة غالباً بالسيلزمان بيرسون اللي هو رجال البيع اللي بيقدموا سلعة أو خدمة معينة، بحاول دايماً أن أنا أوفر له يعني مهارة إزاي يتعامل مع العميل أو يقنعه باستخدام السلعة دي أو تجربة الخدمة هذه، ثم محاولة التجربة كوسيلة من وسائل الإقناع. مقابلات التأديب والعقاب دي بنعتبرها مقابلة تصحيح للسلوك، كأن بكتشف خطأ وبحاول أن أنا أصححه. يعني هنا الوقوف على مستويات الأداء الفعلية ومقارنتها بالأداء النمطي أو المعياري، ثم تحديد الانحرافات واتخاذ إجراءات يمكن تصحيح تلك الأخطاء من خلال corrective action، يعني إجراءات تصحيحية معينة. دي بتتم من خلال مقابلات التأديب والعقاب. مقابلات التأديب والعقاب تتطلب مني أن مناخ المقابلة يكون جيد، أحدد المشكلة، أحللها، أجمع معلومات، أحتفظ بهدوء قدر الإمكان، لا تأثر بالتهديد أو بالدموع أو بالعياط أو أن الطرف الآخر يكون منهار. دايما ان انا احصر بالتهديدات الموجهة اليه، ثم انفذ ما تم الاتفاق عليه وما يرتضيه الطرف الاخر. مقابلات التظلم دي تعتبر من اصعب انواع المقابلات، اللي فيها بيكون فيه شخص ثائر او غاضب او لديه شكوى معينة يتقدم بيها، وبحاول دايما بقدر الامكان ان انا احل المشكلة دي بدون ما أتأثر بانفعالاته أو غضبه، بمعنى أن أنا مضطر أكون هادئ، أحدد له موعد للمقابلة، أحصره وواجهه بالحقائق والأخطاء اللي هو واقع فيها، أحاول دايما أن أنا أصحح الأخطاء إن كان في خطأ في يعني وقع، وأرشده أن هو يصحح الأخطاء أو يتجنبها في المستقبل. الأهم أنه يخرج من اللقاء وهو هادئ ومقتنع بأنه أخطأ وأنه عليه وحده يقع عبء إصلاح هذا الخطأ. مقابلات ترك الخدمة دي مقابلات تتم مع أشخاص قرروا أنهم يتركوا العمل باختيارهم أو
عن غير رغبة منهم، يعني باختياره أو غصب عنه بيترك العمل، وكأن أنا بسأله وعايز أعرف منه عن أسباب تركه وتسربه للعمل. طبعا غالبا اللي بيقوم بالنوع ده من المقابلات هي إدارة المستخدمين أو الـ HR داخل المنظمة. بنهاية المحاضرة أنا يعني بشكركم شكرا جزيلا، أتمنى لكم التوفيق الصحة والسعادة، أراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.